اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الثاني عن عطاء بن يسار عن كعب الأحبار قال: علمني أبي التوراة إلا سفرا واحدا كان يختمه ويدخله الصندوق. فلما مات أبي فتحته فإذا فيه نبي يخرج آخر الزمان، مولده بمكة وهجرته بالمدينة وسلطانه بالشام. يقص شعره ويتزر على وسطه، يكون خير الأنبياء وأمته خير الأمم، يكبرون الله تعالى على كل شرف، يصفون في الصلاة كصفوفهم في القتال، قلوبهم مصاحفهم يحمدون الله تعالى على كل شدة ورخاء. ثلث يدخلون الجنة بغير حساب، وثلث يأتون بذنوبهم وخطاياهم فيغفر لهم، وثلث يأتون بذنوب وخطايا عظام. فيقول الله تعالى للملائكة: اذهبوا فزنوهم. فيقولون يا ربنا وجدناهم أسرفوا على أنفسهم ووجدنا أعمالهم من الذنوب كأمثال الجبال. غير أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه.